كوب من مكون طبيعي، بيقضي على حصوات الكلى في أسرع وقت ممكن، وبيقضي على الأملاح الزايدة في الجسم، وكمان بيعالج مرض النقرس. وصفة مهمة جدا، الوصفة عبارة عن نباتين مهمين، نباتين عشبيين، هما نبات الشعير ونبات الحلفبر، وبيدخلوا في صناعة أدوية وعلاجات كثيرة جدا، والفوار وكمان الكبسولات اللي بتقضي على حصوات الكلى والأملاح الزايدة. السلام عليكم يا أجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير. بإذن الله هقدم لكم النهاردة وصفة مهمة جدا لكل مريض بحصوة الكلى، ربنا يشفي كل مريض، وكل مريض بالنقرس، وكل اللي عنده أملاح زايدة في الجسم، وكل اللي بيشتكي من الكلى. بإذن الله وصفة مهمة، وهنحضر مشروب طبيعي ياريت نستعمله زي ما أقول لكم عليه بالظبط، وياريت نلتزم بكل النصايح اللي هقولها في الفيديو. بإذن الله في خلال أسبوع أي حد عنده حصوات كلى هتنزل تماما ومش هترجع تاني بفضل الله. هنستعمل في وصفة النهاردة الشعير ونبات الحلفبر، وديت من النباتات العشبية. الشعير مهم جدا، قبل ما نستعمله نغسله وننقيه وننقيه كويس جدا، عشان لو في شوائب ولو في اي اتربة ولو مختلط بعشاب تانية. ده شكل الشعير، وده شكل نبات الحلفبر. حلفبر اهو زي شكله زي التبن او العرقسوس، وليه اسماء مختلفه في الدول العربيه. باذن الله اكتب لكم اسماء في اول تعليق في تحت الفيديو. يلا نبدا كده سريعا الوصفه، هي سهله جدا وتحضيرها سهل جدا، بس احب اكد ان احنا نجيب نبات الحلفبر والشعير من عند عطار موثوق منه، ويكون في عليه سحب كتير، ما تكونش الاعشاب عنده مركونه. يلا نبدا على بركه الله. هناخد كوباية مية ونرفعها على النار لحد ما تغلي. نحضر معكم كوباية مية، لكن وصفة النهاردة هنشرب منها 3 مرات في اليوم. هنحط بعد كده بعد ما تغلي هنحط حوالي معلقة صغيرة من نبات الشعير، وزي ما قلت لكم لازم ناخده ننقيه ونغسله كويس جدا، عشان لو مختلط في اي شوائب ولو في اي اتربة لازم يبقى نضيف تماما. بعد كده نحط برضو معلقة صغيرة من نبات الحلفبر، هكتب لكم زي ما قلت لكم اسمه، لانه بيختلف من دولة عربية للتانية، وفي مصر عندنا اسمه الحلفبر. هقلبهم كويس جدا كده، هسيبه 10 دقايق على النار لحد ما يغلو. نبات الشعير والحلفبر بترد اي سموم واي املاح موجودة في الجسم. خلاص اهو غليته، بعد كده هصفيه واحطه في كوباية، وبعد كده هغطيه علشان لو في اي زيوت طيارة ما تضيعش وتضيع معاها القيمة الغذائية للمشروب، لان زي ما قلت لكم الشعير والحلفبر دي نباتات عشبية لازم اغطيها كده. اغطيها 10 دقايق وبعد كده هحليها بالعسل. والعسل بيضيف قيمة غذائية للمشروب. كده وصفة النهاردة جاهزة وخلاص حضرناها. ازاي بقى هنستعملها؟ طريقة الاستعمال، هنشرب من الكوباية ديت اللي هي عبارة عن مزيج او خليط من نبات الشعير ونبات الحلفبر 3 مرات في اليوم. اول ما نصحى كده من النوم على الريق نشرب كوباية، وبعد الغدا نشرب كوباية، وبالليل قبل ما ننام نشرب كوباية. وفي نصايح كمان لازم نتبعها علشان نقضي على حصوة الكلى في حوالي نقول عليها اسبوع. لازم نشرب في اليوم مش اقل من 3 لـ4 لتر مية. المية مهمة جدا لعلاج حصوات الكلى وطرد الاملاح الزايدة برا الجسم. لازم نشرب مية. حصوات الكلى سبب تكونها اول حاجة اللي هي نقص المية في الجسم. تاني حاجة نشرب بقى ليمون، نشرب 2 كوباية ليمونات في اليوم، عصير ليمون في اليوم. الليمون مهم جدا في طرد الأملاح وفي طرد حصوات الكلى.
نشرب ايه كوبايتين ليمون في اليوم مع المشروب بتاعنا اللي هو نشربه 3 مرات، ونمنع بقى الحوادق تماما والمخللات والبقوليات، ونمنع السبانخ نمنعها يعني على الاقل لحد ما نخلص من الحصى، لو في حصى او في رمل او في املاح زايده. يبقى شرب الميه، ونبعد عن البقوليات والاملاح والمخللات، وكمان اللحوم الحمراء اللي عنده نقرس. النصايح ديت مهمه جدا علشان ما ترجعش تاني اي املاح، ونشتكي من تدهور بقى حاله الكلى وحدوث والعياذ بالله فشل كلوي. يبقى وصفه اهي النهارده سهله. لازم نشرب معاه عصير ليمون. ليمون مهم جدا، وكمان بيساعد على الهضم، وفي بيزود المناعه، وفي مضادات اكسده، يعني فوائد لا حصر لها للليمون. زي ما قلت لكم، الميه ثم الميه ثم الميه. بس كده حبايب قلبي، دي كانت نهايه فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون افدتكم. اشكركم على حسن المشاهده، اشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.